الحمد لله. دايما متعمي الحمد لله. ان شاء الله تكون شبعت. لا الحمد لله. تعلمت طبخ من امي اكل طيب. يلا روحي حطي الشاي على النار. اصلا انا اللي طبخته. شوك احمد؟ شو انت اول واحد ما نقبه؟ فرحان الله يوفقك. تركني بهمي ها؟ اساسا كله منك، لو انك حاكي مع ابو فؤاد وضاغط عليه كان هو ضغط عليهم وقبلوني بالمعهد الرياضي، بس انت مالك عم تحلف معي صافي، كله منك. احمد لا تقول كلمه هاي، انا بتشائم منها. ايه؟ ما شفت كيف التهينا مغامرات امك مع جاراتها؟ يعني عم تمنلنا يعني، عم تمنلنا امي. لا 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 شرفف لي على الصبي رح تخنق لي اياه. شوفي يا احمد. ما في شيء امي بس فرحان. يس احمد وفقه. مرت عمي تسلاي تسلاي تسلاي. في تسلاي بهالشكل هاد؟ سماح شو صار بالشاي؟ ايه امي يلا جاهز الشاي. لانه فرحان خطيبك مستعجل بده يروح، مو هيك فرحان؟ ما ما مزبوط مرت عمي. عندي لجنه. مرت عمي لامتى بدنا نأجل الموضوع؟ انو موضوع؟ العرس. لك ما قلت لك كل شيء بأوانه؟ بس بنت اختي تولد بالسلامة وأمن عليها واعمل لها مباركة واجبر بخاطرة ونضيف الكراوية ونحدد الموعد. طيب مرت عمي هي متولدة تلات؟ عواط؟ متولدة تبص زي الولاد؟ لك لا، هاي شغلة بإيد الله مو بإيد العبد. ونعمة بالله. سمار طلعي من البيت، أنا شي ساعة وبرجع. ماشي. عوا اذا بتبوظي الولد بسرعه بجيب لك عربيه. عن جد؟ لك يلا عوا ليش هيك ناقصه باكلك؟ كلي خلصينا. هي هي هلا بنمسح الطاوله وبنجلي الجليات وبننشف الصحون وبنطبق الطناجر قدام المجلى لحتى يتهووا وبنرجع الخبز على البراد وبنمسح الارض وبصير البيت نظيف 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 نظيف. بتفوتي انت هيك على المطبخ بتلاقيه عم بضوي مثل اذا عندك سؤال حتقري لي جريده. سمعت شو صار بالشاي؟ خلصيني بقى. ها ايه امي يلا هلا بجهز الشاي. يلا يا سمر جهزي الشاي يا سمر. خالتي شوفي هيدا الصدر مش كبير ولا صوف مطمئ. لك شو ها؟ ليش هيك مكبرتي؟ لك شو بدك تجيبي ولد بالعسكرية انت؟ هاتي من ايديك هاتي، مو خش تشتغلي صوف. ايدك رشلي ليش هيك؟ قومي تمشي لك شوي قومي. لك شبكي انت صاوية عند الشباك؟ شبكي شوفي. ما في شيء امي ما في شيء. تعي خدي بنت خالتي خليها تتمشى، انا اليوم مالي حسناني مشيها. لا خالتي بلا قصة المشي هاي، تكسروا رجلي من كتر ما بتاخذيني كل يوم اتمشى. عملي مثل ما عم اقول لك، المشي بفيدك، بسهل عليك الولادة. شفت برنامج بالتلفزيون انه احسن شيء الواحد يتولد بالبانيو وهي عم تسبح. ايه شو سمكة؟ امي امتى بنلمد السجاد بالارض؟ صارت الدنيا زنطاري. لسه الطقس بيتحمل. خديها يلا لا تضيع وقت. امي برد امي. روحي بلا ما هي صار مشيها شوي قبل ما تمسى الدنيا. قومي يا عوض قومي برد. قومي يا عوض. تشتري كروسان؟ مين؟ ايه اشتري. قومي قومي خلصيني روحي. الذكر هي. الو نعم. ايوه نعم ام احمد. أهلين وسهلين. مين عم يحكي؟ لا ما عرفت مين. ذكريني. أهلين وسهلين. أهلين يا ميت. أهلين وسهلين. إيه تذكرت. بس أنت شو ذكرك فينا؟ مشاغل بتعرفي. أنتوا وعدتوني تزوروني بعديني بالانتظار. أنا قصرت. كان واجبي أمرق لعندكم وبارك لكم. إيه بكره؟ لا ما عندي شيء. انا بالانتظار. بتشرفوا وبتآنسوا يا ميت اهلين وسهلين. اهلين مع السلامه. مزبوطه. سمار حبيبتي يلا عجلي لك شوية ما بقى الا يصلوا الجماعة.
سموره حبيبتي مثل ما وصيتك، لا تسودي لي وشي، زيني كلامك قبل ما تحكي، مو كل ما نحكى كلمه خطيبي خطيبي خليكي راكزه، هدول الجماعه كثير راكزين، ما بدي تجيبي سيره خطيبك على قدامه. وليش معشوقه كثير امي؟ هي اول مره بشوفك مهتمه كل هالقد. لك بنتي تقبري، نسيتي لما رحت على عرس بنتهم بالغلط شو عملوا؟ رحبوا فيني واهلوا وسهلوا، لا بعرفون ولا بيعرفوني واخذوني بالاحضان، بتعرفي يا القصه؟ ما بدي احكي لك اياها مره ثانيه. امي كل شيء فهمته، بس فرحان ليش ما بدك يعني يجيب سيرته؟ هيك سيرته بتنزع كل القعدة. ليش تأخروا جماعة؟ ليكونوا ضاعوا عن البيت كمان. ها اجوا. هذا انت؟ مرحبا مرت عمي. مرحبا سمور، قلت لك بردقان معي. وليش معذب حالك؟ بعلمي عندك شغل اليوم كمان. مزبوط مرت عمي، كان عندي لجني بس الله رزقني رزقه قدرت اجيب سيرته. رح تحكي لي حكايه على الباب؟ مرت عمي لكون جيت وقت غير مناسب. ايه جايين جماعه اصحابي ضيوف، يعني قعده نسوان. بروح اذا بدك مرت عمي. لا 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 روحي وينك روحي، خلي نقعد انا وياك بالمطبخ لحقنا نفوت، مو محل بنا انه كلها ساعه زنو ما؟ لك بنتي بركي طولوا الجماعة، بركي طولوا، بخاف يتضايق فرحان. لا مرت عمي أنا ما بتضايق، شو أنا غريب؟ أنا من أهل البيت. عواد؟ عواد؟ إيه عواد؟ عواد؟ شو بدك خالتي؟ تعالي، هل ما فرحان بالمطبخ، لا تتركي لحاله. سمورة سمورة سمر هيدي القهوة جاهزة. سمر يلا ايدي عواض، روحي انت ودي القهوة. تركي سمر من الله. لا 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 ما دخلني، خالتي ما بدها. يلا سمر. شو الفرق بينك وبين سمر؟ ما انت بنت اختها. يا عمي ما بدي، خالتي ما بدها. فرحان ما تخنت الغاز بدها تنظف، اذا نظفتها خالتي بتلاقيها منك كثير حلو. تعال سمر بردت القهوة. قولي عواض بردت القهوة حبيبتي. اهلين وسهلين ومرحبتين. بدي مأهل. ترسي ما احلاكي. الله يخلي لك اياها، ما عندك غيرها؟ لا والله الله يخلي لك ويخلي لي بنات، ما اجاني غيرها. تسلمي لي، شو مستعجي على القهوه؟ بنات هالايام ما بحبوا غلي القهوه منو. تقبريني هي قهوه اهلا وسهلا، عم قول انا هالنهار شو ما اظرفه. يو تسلمي، بس كنه بنتك غشيمه شوي. ايه ليش؟ تعي خالتي تعي تعي، انا مالي غريبه. تعي لعلمك. شايفة صحن هالقهوة كيف طافف عليه الفنجان؟ اي شايفته. شبو حدا ما حدا بيضيفه هيك. قومي سمر بسرعة غيري الفنجان لخالتك ام سامر. قومي سمر غيري الصحن وجيبي كاسة مي لخالتك ام سامر. حاضر امي. تقبريني هيئتك ظريفة ما بتفوتك الفايتة.